بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، في الشرح والتعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لجامعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. الحديث الثالث. قال: حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما، قال سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكر لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث هو الحديث الثالث تحت الترجمة التي ترجم بها القاضي عياض والإمام النووي رحمهم الله لصحيح مسلم، وهي باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وتقدم معنا في الدرس الماضي حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا هو الحديث الثالث، حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما. قال سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، من ادعى أي انتسب، أو أنه علق نسبه بغير أبيه أو بغير أهله وهو يعلم. هذا قيد، لأن الرجل قد ينتسب لغير أبيه وهو لا يعلم، وهذا يحصل كثيرا خاصة عند العرب قديما، أن الأنساب لم تدون، وقد يحصل يعني دخول بعض القبائل في أحلاف في قبائل أخرى، وهذا كثير جدا، فتدخل القبيلة أو الفخذ منها في قبيلة أخرى ثم ينتسبون إليه، وهذا موجود كثيرا جدا في قبائل العرب، ثم يتطاول الزمن ويصبح الناس ينتسبون إلى هذه القبيلة وهم ليسوا منها، وإنما بحكم الحلف الذي عقد بين هذا الفخذ أو هذه القبيلة والقبيلة الأخرى. فهذا لا يرد في هذا، وإن كان الأصل في الحكم الشرعي أنه إذا انتسبت يعني قبيلة إلى قبيلة في من باب الأحلاف فينبغي أن يبقى الاسم الصحيح، ويقال أن هذا بالحلف كما يذكرون هذا قديما في التراجم. وهو يعلم، هذا من رحمة الله عز وجل، أن هذا الدين مبناه على العلم، وأن من وقع فيه خطأ ومخالفة هو لا يدري فإنه معلوم، فإنه معذور عند الله عز وجل، لا يؤاخذ الله عز وجل الناس إلا بما تعمدوا، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأحكام كلها مبناها على العلم، فمن وقع في شيء من الأخطاء وهو لا يدري ولا يعلم فهو معذور. قال: وهو يعلم أنه غير أبيه، يعني يدعي أو ينتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، سواء كان الأب القريب أو البعيد. قال: فالجنة عليه حرام. فالجنة عليه حرام، هذا وعيد شديد، وهو أبلغ من قوله كفر أو يدخل النار، لأن سبق ذكرنا ونبهت على أن من حرمت عليه الجنة مقتضى ذلك لا يدخل الجنة أبدا، وأما إذا قيل أنه يدخل النار، لأنه قد يدخل النار ويخرج منها كما
هو حال عصاة الموحدين، يدخلون النار ويخرجون منها، ولهذا قسم ممن يدخل الجنة يدخلون النار. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وخالف فيها الوعيدية والمرجئة. فطوائف المخالفة لأهل السنة في الإيمان يقولون الناس يوم القيامة إما منعم أو معذب، يحتجون بقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. والصحيح أن فيه كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير باعتبار المآل، ولكن قبل ذلك قد يوجد من يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ويكون القسمة الثلاثية: من يدخل الجنة بلا عذاب، ومن يدخل النار ولا يخرج منها ولا ينعم، ومن يجمع له بين العذاب والنعيم، وهم عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون منها إلى النار. فإذا قيل إن الرجل في النار وأنه يدخل النار فإنه قد يدخل الجنة، ولكن إذا قيل حرمت عليه الجنة أو الجنة محرمة عليه، هذا يقتضي أنه لا يدخل الجنة، وهذا أبلغ. ولكن هذا الوعيد قال العلماء إذا ورد هذا الوعيد في حق العاصي الذي مآله إلى دخول الجنة فهذا محمول أن الله حرم عليه الجنة حتى يستوفي عقوبته، حتى يستوفي عقوبته، فإذا استوفى العقوبة فإنه تطهر من العقوبة فإنه بعد ذلك يدخل الجنة. وأما التحريم المؤبد في دخول الجنة فإنما يكون هذا للكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، وأما المؤمن العاصي فإنه لا تحرم عليه الجنة. ولكن هذا الحديث هو حجة لمن قال من أهل العلم أن من انتسب لغير أبي أنه يكفر كما تقدم في الحديث السابقة، قالوا هذا الدليل على أنه كافر، لأن الجنة إنما تحرم على الكافر. فهذا يحتج به من يقول في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن أبيه فهو كفر، فيحملون هذا على الكفر الأكبر، فيحتج العلماء الذين يقولون بهذا بهذا الحديث على أن هذا كفر أكبر، لأن الجنة لا تحرم من لا على الكافر. والذين يقولون أنه كفر أصغر يقولون إن هذا محمول على أنه لا يدخل الجنة حتى يطهر، وهذا الذي يحصل من العصاة أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلون النار أو حتى يدخل بعضهم النار ويطهرون منها أو يعفو الله عز وجل عنهم. فالجنة عليه حرام، يعني ما دام أنه متلبس بهذه المعصية وهذه المخالفة، وهذا وعيد شديد يدل على خطورة الأمر، لكنه مقيد بالعلم. وفيه أيضا تخويف من هذا الأمر، وأن الانتساب إلى غير النسب الصحيح أنه قد يؤدي إلى أن يحرم الإنسان الجنة إما ابتداء، وقد يستحل يعني هذا الأمر كما قال بعض أهل العلم، فإن الجنة عليه حرام إذا استحل هذا الانتساب واستحل هذه المعصية فإنه يكفر بذلك وتحرم عليه الجنة. قال فذكر لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر هذه الزيادة لبيان أن هذا الحديث كما أنه ثبت من طريق سعد رضي الله عنه ثبت أيضا من طريق أبي بكرة. وقوله سمعته أذناي هذا دليل على أنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الصحابة. قال ووعاه قلبي هذا دليل على حفظه، والراوي إذا ثبت له السماع وثبت له الحفظ قبلت روايته، هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم. وكلامهم هذا أخذ قواعد عند المحدثين أنه متى ما حصل السماع ووجد الحفظ فإن هذا الراوي تقبل روايته، لأنه جمع بين السماع وبين الضبط. ويجرح الراوي بأحد الأمرين، إما أنه لا يسمع ويدلس، أو أنه يروي عن غير ثقة، أو أنه يكون صادقا في نفسه لكنه لديه أوهام من جهة عدم الحفظ. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، والأمة مجمعة على صحة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، هذه الترجمة أيضا للقاضي عياض وللإمام النووي، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه الترجمة كما هو ملاحظ مأخوذة من نص الحديث، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث أورده الإمام النووي في كتاب الإيمان، وكذلك وافقه البخاري في إرادة هذا الكتاب في كتاب الإيمان، لأن بعض الأحاديث هنا يعني يكون أوردها الإمام مسلم فقط في كتاب الإيمان، ويكون البخاري أورده في بعض الكتب الأخرى. أما هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان، وترجم له بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني الترجمة هنا ظاهرة في تعلق هذا الحديث بكتاب الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين من المخالفات، وبين عقوبتين، يعني عقوبة يستحقها صاحب السباب وعقوبة يستحقها صاحب القتال. والشيخ الإسلام دائما يذكر هذا الحديث بالتفريق بين السباب وبين القتال، في أن المعاصي متفاوتة في إثمها كما أن الطاعات متفاوتة في فضلها. سباب المسلم، السباب هو الشتم، والسب هو كل ما يواجه به المسلم في حضرته مما يكرهه. والفرق بينه وبين الغيبة أن الغيبة هو ما يذكر به المسلم في حال غيبته مما يكره، فإذا ذكر بما يكره في حضرته وخطب بهذا يكون هذا من السباب. وكلا الأمرين محرم، يعني أن بعض الناس يتجرأ يقول: أنا تكلمت في وجهه، نقول هذا سباب. إذا تكلم فيه بألفاظ نابية وخاطبه بكلمات يعني داخل في السباب، هذا سباب المسلم ولا يجوز، حتى لو كان مخطئا ولو كان عاصيا لا يجوز أن يقال للعاصي يا فاجر يا فاسق، هذا كله من السب، وإنما ينصحه. وفرق بين النصيحة والتعيير، الإمام الحافظ بن رجب له رسالة عظيمة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير هو أن يعير الرجل بالذم، هذا لا يجوز، وأما النصيحة أن ينصحه بألفاظ طيبة يحذره من المخالفة. فسباب المسلم هو سبه وشتمه. وفهم بعض الشراح من قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أن هذا كأن فيه تفاعل، فيه تساب بين طرفين، ويكون هذا الوعيد يشمل الطرفين، يعني من سب رجلا ثم أجابه الآخر فإنهما يدخلان في هذا الوعيد. وقيل أنه محمول على سباب يعني كثرة السب، وهذا لا يعني أنه لو سب المسلم مرة واحدة يقول: أنا لست بسباب، سببته مرة، يدخل في هذا. سباب المسلم فسوق، والفسوق هنا المقصود به الفسق، وقيل كما قيل في الكفر أنه الفسوق الأكبر، لأن هذه الألفاظ الكفر والفسق والظلم تطلق على الأكبر والأصغر، وهذا بحسب السياق الذي يدل عليه ذكر هذه الألفاظ. فقال بعض أهل العلم أن السباب إذا كان مستحلا له فإنه فسوق أكبر، فسق أكبر، وأما إذا كان من الشتم الذي لا يحصل به الاستحلال فإنه من الفسق. ثم قال: وقتاله كفر. قتاله كفر لأن القتال له أثر يعني أعظم وأبلغ في الأذية من السباب، ولهذا قال كفر، الأول سماه فسق. وهذا دليل كما أن شعب الإيمان تتفاوت، فإن شعب الكفر تتفاوت، هذه تسمى شعب الكفر، المعاصي كلها شعب الكفر، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الشعب متفاوتة في الإثم كما أن شعب الإيمان متفاوتة في الفضل. فهنا يلاحظ الفرق بين السب والقتال، فالسباب فسق والقتال كفر. وقيل إن القتال هنا كفر أنه كفر أكبر إذا استحل قتال المسلم، وإذا استباح دم المسلم فإن هذا موجب للخروج من الملة، لأنه بذلك يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى.
وهذا الحديث العظيم فيه وعيد شديد في سباب المسلمين وفي الطعن فيهم، فإن المسلم ينبغي له أن يكون عف اللسان وأن يكون حسن الخلق مع إخوانه، يتجنب السباب والشتم، ويكون ناصحا مؤديا للنصيحة برفق ولين، كما كان على هذا الخلق العظيم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا ذكر في كتاب الإيمان لأنه دليل على نقص الإيمان بالمعاصي، ومعلوم أن الفسق نقص في الإيمان والكفر نقص في الإيمان، إذا كان كفر أكبر فإنه يذهب بأصل الإيمان، وإذا كان كفر أصغر فإنه ينقص الإيمان الواجب. قال رحمه الله تعالى: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الترجمة أيضا من تراجم القاضي عياض والإمام النووي رحمهم الله تعالى لصحيح مسلم: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا نص الحديث كما سيأتي. ذكر تحت هذه الترجمة حديثين: حديث جرير وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، يعني هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع التي ودع الناس فيها ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما هو معلوم، أنه قال له: استنصت الناس. استنصت الناس يعني أطلب من الناس أن ينصتوا، فهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أن يعوا عن هذه الموعظة العظيمة. ومعلوم أن غير المنصت أنه قد لا يسمع الكلام ولا التوجيه، فيكون غافلا عن هذا الكلام، وأما إذا سمع هذه المواعظ فإن هذا أدعى لاستجابته له. استنصت الناس، والناس المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي يعني بعد موتي، هذا فيه إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لماذا قال بعدي؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يحوط أصحابه ويوجههم، ولهذا قال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فقال: لا ترجعوا بعدي، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة أن يرجعوا بعد موتي وبعد لحاقي بالرفيق الأعلى، أن يرجعوا كفارا. هنا ذكر وصفين: وصف الكفر والتكفير. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. قال بعض العلماء: كفارا أي ترجعون إلى الكفر، ثم بعد ذلك يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا التوجيه يعني صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر أمته من الكفر، يحذرها من الردة، ويحذرها من المخالفة لشرع الله عز وجل. لكن هل هذا اللفظ المقصود به تحذير من الكفر أو التحذير من أمر خاص؟ المعنى الثاني قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، قال بعض الشراح أي لا ترجعوا بعدي إلى حال الكفار،
يعني أن تكونوا على حال كحال الكفار الذين يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم قال يضرب بعضكم رقاب بعض، مفهوم الحديث أنكم إذا تقاتلتم فعلتم فعل الكفار، لأن الكفار يتقاتلون كما كانوا في الجاهلية يتقاتلون يعني لأبسط الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا فيه كناية عن القتل والقتال، يضرب بعضكم رقاب بعض يعني يقتل بعضكم بعضا. وهذا دليل على أن قتال المسلم كما جاء في الحديث السابق أنه كفر، فإذا قيل أن هذا يكون عن استحلال يكون كفر أكبر، وإذا قيل أنه كفر أصغر يكون هذا بغير استحلال. ولهذا العلماء اختلفوا في الخوارج، الخوارج معروف أنهم يقاتلون المسلمين، وقاتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه وما زالوا يخرجون إلى هذه العصور، يخرجون على ولاة الأمر وعلى المسلمين. والعلماء اختلفوا في كفر هؤلاء الخوارج، هل هم كفار لهذه النصوص ولغيرها، أم أنهم من أهل البدع الذين لا يخرجون من الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال بعض العلماء يمرقون من الدين أي أنهم يخرجون من الدين، وقيل المقصود بالدين هنا السنة. على كل حال هذا هو أشهر سمات الخوارج، أنهم يقاتلون المسلمين ويضربون أعناق المسلمين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض لا يلزم يعني أن يقول رجل الآن، خاصة من هؤلاء من أصحاب الفتن الآن الذين يفجرون، يقول نحن ما ضربنا أعناق، نفجر المباني. طيب تفجير المباني أشد من ضرب الأعناق. في الخوارج قديما كانوا يضربون الأعناق، كان الواحد منهم يحمل السيف ويسأل الرجل وقد يستبيح قتله لشبهة، لكن فتنتهم دون فتنة هؤلاء الذين يفجرون مباني ضخمة جدا ويقتلون المسلمين ويقتلون الغافلين والآمنين بحجة أن هذا جهاد. هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء الذين أغراهم بهذه الفتنة، وهذه الحديث كلها في التحذير من فتنة قتال المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يخرج على المسلمين بسيفه ولا بأي آلة من آلات الحرب، كما أنه لا يجوز الإشارة إلى المسلم بآلة حادة أو سكين. هذا كله يعني سد لهذه الذرائع، وهو أن يحصل القتال بين المسلمين والتقاتل. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا أيضا قد يقول قائل طيب هذا الذي خرج يضرب أعناقنا إذا قاتلنا كيف ندخل في هذا الوعيد؟ نقول هذا الحديث في أن يكون هناك فتنة تتقاتل طائفتان، كل طائفة تقاتل لشبهة. أما إذا بادر هذا الخارج على المسلمين ويريد الأعراض أو يريد المال أو يريد الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل دون دينه أو دون عرضه أو دون ماله فهو شهيد كما هو معروف. لكن هذا محمول على أنه يوجد، كما أن الخوارج أنفسهم يتقاتلون، يخرجون فرقة واحدة ويفترقون ويتقاتلون في خروجهم. فهذا الحديث يشمل هؤلاء وكذلك من استباح قتال المسلمين. وبهذه المناسبة ينصح يعني هؤلاء الذين لبس عليهم بعض أهل البدع ولبس عليهم الشيطان في أنهم كلما رأوا مخالفة أو توهموا وجود مخالفة قالوا لا سمع ولا طاعة وأخذوا يؤلبون الناس على الخروج وعلى القتال، هذه فتنة عظيمة. وهذه الأحاديث كلها في التحذير من فتنة هؤلاء. أما المسلم الناصح الذي يعني ينصح لله ولرسوله وللمسلمين كما هو شأن العلماء فإنهم يناصحون ولاة الأمر وغيرهم بالرفق واللين في السر، أيضا لا يشهرون في الملأ، وإذا قبل منهم الحمد لله، إن لم يقبل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو الحديث الثاني في الترجمة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم. هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم أو قال ويحكم؟ قال العلماء: الويل هو دعاء بالهلاك، والويح الأصل فيه دعاء بالرحمة، لكن كلاهما تستعمل للحث والترغيب في الشيء، وقال ويلك أو ويحك من باب الحث وعلى ملازمة الشيء أو التحذير من الشيء. ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا في لفظ الحديث السابق، وهو موافق تماما لحديث جرير الحديث السابق، ولكن فيه إضافة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كما تقدم فيه تحريم قتال المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا. لكن هنا ينبه على مسألة، يعني قد تخفى على بعض يعني طلاب العلم الصغار أو بعض الشباب المتحمسين، وهو أن ولي الأمر إذا أمر الجند الذين يكونون تحت طاعته ويعملون تحت يعني سلطان، إذا أمرهم بقتال من خرج من المسلمين، فهل يقال هذا لا نقاتل المسلمين حتى لا يرد علينا هذا الحديث؟ نقول لا. ولهذا علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، فهل يقول قائل الآن أن علي رضي الله عنه والخوارج كلهم يدخلون في هذا الحديث يضرب بعضكم رقاب؟ لا، علي يقاتل بحق وهم يقاتلون بباطل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان اعتزل هذه الفتنة كلها، يعني لم يقاتل مع علي لا في الجمل ولا في صفين ولا قاتل الخوارج. يقال أنه بعد ذلك ندم على أنه لم يشارك علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، ولم يندم على القتال في جمل صفين. فهذا دليل حتى أن الصحابة رضي الله عنهم الذين اعتزلوا قتال علي للخوارج أنهم ندموا بعد ذلك، ولو علموا أن هذه معصية ما ندم ابن عمر وهو شديد الاتباع والحرص. فإذا ولي الأمر إذا ندب وأمر الجند يعني أن يقاتلوا من خرج عليه من البغاة أو من المسلمين، فإن هذا يكون من الجهاد الشرعي، لأنه تحت راية إمام، ويقاتلون تحت راية الإمام إذا أمرهم بذلك. نحن في هذه البلاد الحمد لله تحت ولاية، ونتكلم بما نعلم من الحق ولا نجامل فيه أحد، لكن في بلدان أخرى إذا أمر ولي الأمر بقتال طائفة لا بد أن يتأكد هل هذه الطائفة باغية خارج عليه، أو أنه قد يأمر بعض الجند أن يقاتل المسلمين بغير حق، فهذا لا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الإمام بقتال طائفة من المسلمين ولم يخرجوا عليه ولا يستحقون القتال، فإنه لا يطاع في ذلك، ولكن هذا لا يجب الخروج عليه. وأما إذا أمرهم بقتال الخوارج يعني كما يحصل الآن في بلادنا هؤلاء وفي غيرها من بلدان المسلمين، هؤلاء الشباب الذين يستبيحون القتال والتفجير ويوجه يعني هؤلاء الجنود على متابعة هؤلاء، فإنهم في جهاد عظيم، لأن هؤلاء يفتكون بالمسلمين ويقتلون الآمنين من المعاهدين من المسلمين، وجهادهم من الجهاد الشرعي. ولهذا طاعة ولي الأمر في هذا واجبة، ولو لم يقاتلهم ولي الأمر فإنه يجب على بعض المسلمين حتى لو لم يوجد إمام أن يمنع هؤلاء من الاعتداء على المسلمين، فكيف إذا أمر ولي الأمر والإمام بقتال هؤلاء؟ هذه الأحاديث حقيقة فيها وعيد شديد في قتال المسلمين، وأنه يترتب عليه ما يترتب من الوعيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترجعوا بعدي كفارا، وهذا محتمل للكفر الأكبر مع الاستباحة، ومحتمل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فيه أيضا أن تقاتل المسلمين أنه نقص في الإيمان، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. فإذا قيل هذا ليس من الإيمان كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو قيل أنه كفر، دليل هذا على نقص الإيمان بهذه الأمور. هذه الحديث يعني هذا الحديث هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة كلها يعني تدل على هذا الأصل،
وهو أن الإيمان ينقص، وهذا النقص قد يكون نقصا كبيرا يوجب الفسق، وقد يكون دون ذلك يعني كالصغائر، وقد يكون نقص يذهب به الأصل وهو الكفر الأكبر. وكل هذا مقرر عند أهل العلم أن المعاصي متفاوتة في إثمها وفي تأثيرها في الإيمان، كما أن الطاعات متفاوتة أيضا في تأثيرها في درجات الإيمان. نسأل الله التوفيق لنا ولإخواننا المسلمين، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.